مساء الخير. كنت فين يا حلا؟ هو في ايه يا انس؟ بقولك كنت فين؟ مخنوقه، خرجت اتمشى شويه. مخنوقه من ايه؟ ما انت عارف المشاكل اللي انا عايشه فيها. ما المشاكل دي عليا وعليك يا حلا. انت عايز ايه دلوقتي يا انس؟ مش عايز حاجه، مش عايز حاجه يا حلا، بس خلي بالك ان تصرفاتك بقت غريبه وبقيتي بتنزلي كتير من غير ما تقولي لي يا حلا، وما تقوليليش عمك ومش عمك، عشان كلنا عندنا مشاكل بس ما حدش بيتصرف زي ما انت بتتصرفي. تقصد ايه زي ما انا بتصرف؟ ما تخليك دغري يا انس وتقولي في ايه. انا دغري يا حلا؟ انت اللي في حاجه في دماغك مش عايزه تقولي لي عليها. لو سمحتي، لو مخبيه حاجه عليا قوليها لي، عشان لو عرفتها من بره يا حلا مش هيبقى كويس. خلصت كلامك؟ اه خلصت، ومش عايز اسمع منك حاجه دلوقتي. فكري في كلامي يا حلا، فكري فيه كويس بعد اذنك. انت رايح فين؟ مخنوق ونازل اتمشى. الو، يا اكرام ازيك؟ انا كويس الحمد لله تمام. انا بس كنت محتاج اني اتكلم معاكي شويه. خير يا دكتور؟ دي اول مره تطلب تقابلني برا المستشفى، حصل حاجه؟ مخنوق يا اكرام وتعبان، لا عارف اتعايش على الوضع اللي انا فيه ولا عارف احكي الحلقة اي حاجه. وضع ايه بس يا دكتور؟ ان شاء الله هتقوم بالسلامه وهتبقى زي الفل. ما تكبرش انت بس المواضيع وقول لحالة كل حاجه وهي هتفهم. ما هو اصل حالة واضح انها كمان مخبيه عليا حاجه انا مش عارفها، والمشكله انها حاسه ان انا متغير، واحنا الاثنين مش عارفين نسال بعض على اي حاجه عشان كل واحد فينا مخبي السر على التاني. اسمح لي بقى، دي نظريه مؤامره يا دكتور. أنا عارفاك كويس من زمان، وعارفة حالة كمان من أيام ما كانت بتشتغل معايا في المستشفى. مستحيل تعمل حاجة من وراك. مساء الخير. مساء
يا نور. ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ تفتكر كان ممكن يجيلي نوم بعد الدش البارد اللي اديتهولي قبل ما تخرج؟ واضح ان احنا الاتنين مضغوطين اليومين دول. هو انت كنت تقصد ايه بان انت لو عرفت حاجه من بره هتزعل؟ انت شاكك ان انا اكون بخونك مثلا؟ اتجننت يا حلا؟ لا طبعا، هو كل الحكايه اني عارف انك هتتصرفي لوحدك في موضوع عمك ده، وده بالتحديد انا مش عايزه، عشان انا عمري ما كان في نيتي اني اسيبك لوحدك في اي حاجه في الدنيا يا حلا. انا مش فاهمه حاجه خالص يا انس، تقصد ايه؟ ما اقصدش حاجه، بس لو انت ناويه تعملي اي حاجه لو سمحتي قولي لي. وما كانش ينفع تقولي الكلمتين دول بالطريقه دي قبل ما تخرج؟ معلش، حصل خير. سبحان الله، بقالي سنين عمري ما فكرت ابص لوشي، لحد ما عرفت ان عيان بقيت استغرب كل حاجه فيا، بقيت مستغربني قوي. ممكن العمر يعدي من الواحد لدرجه انه ينسى يعرف نفسه وصاحبها. يعني لو ما كنتش عيان ما كنتش بصيت على وشي كده. أول مرة أخد انطباع على شكلي مش من الناس. معقولة تعدي كل السنين دي من غير ما أحبني؟ المفروض الواحد يحب نفسه الأول، يناقشها، يصاحبها، يعلمها ويربيها قبل ما يعمل كده مع أي حد. أنا لو ما حبتنيش وما عرفتنيش مش هقدر أحب حد. اللي يحب نفسه يحب الناس لأنه واحد منهم، واللي يعرف نفسه يعرف ربنا. مش عارف،
اكره المرض اللي حسسني بنفسي ولا احبه. أنس في إيه؟ أنت واقف بقالك ساعة قدام المراية. مفيش حاجة. تخضتني عليك، أنت كويس؟ هل ممكن أحضنك؟ أول مرة أحس إن البوابات مهمة كده، بتفصل بين الحياة والموت. الباب ده عديت عليه مليون مرة، عمري ما حسيت إني مش عايز أعديه. كأن الباب اتبدل، مش هو ده الباب اللي بيدخلني على الشغل. المرة دي بيدخلني على المجهول. تمام ولا ايه؟ تعالى يا اكرام. مش قادرة اصدق يا دكتور انس. لا صدقي، مفيش حاجة دلوقتي ما تصدقش. فاكرة يا إكرام أول عملية عملتيها معايا؟ أيوة، حضرتك اللي جمدت قلبي وخلتني ما أخافش. أنا عايزك بقى دلوقتي تعملي معايا اللي أنا عملته معاكي، عشان أنا خايف. هي حالة فين؟ مش عايز اخضها. حتى في اللي انت فيه ده بتحبها قوي كده؟ انا مش عايز حالة تعرف اي حاجة، عشان لو حالة عرفت انا ممكن اموت. مش عايز اعذبها بحقيقة. انت اللي بتعذب نفسك، لانك حابس تعبك جواك. لازم اللي جواك ده يخرج بره، ولازم كل اللي بيحبوك يبقوا حواليك. يلا يلا. هو مين دكتور التخدير اللي هيدخل معايا العمليه؟ دكتور زكريا ماضي. شاطر، انا عارفه. طيب ممكن بقى تتفضل عشان لازم اغير. يلا.
اتفضل يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ اهلا دكتور، ازيك؟ بقالك ما تقابلناش ها؟ لسه راجع من السفر بقالي شهرين. اه والله الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شغال فين دلوقتي؟ في مستشفى خاصة هنا جنبك. طب اسيب نمرتك هنا بقى عشان اكيد هيكلموك الفترة الجاية يبقوا محتاجينك يعني. محدش عارف ايه اللي هيحصل. بعد الشر عليك يا دكتور، اتفضل. اتلخبطت يا يحيى خلاص؟ ما بقتش عارف الحب من الكره؟ معقوله حب النسمه يبرد مع الزمن؟ معقوله؟ معقوله خوفي عليها من الموت يأذيها؟ ومعقوله انجذابي لحالها يكون حب؟ اسئله كتير قوي ملهاش اجابه عندي. بعد ما كان حب النسمة بيحميني من كره لأبويا وأمي، بقى حب الحالة بيدمر علاقتي بنسمة. ما بقتش عارف حدوتي مع حالة دي رغبة ولا حب. بجري ناحية حالة ولا بدوس على نسمة؟ يا ترى أنت رايح لحد فين يا يحيى؟ رايح لحد فين؟ ألو، الو، ممكن اكلم حلا؟ لا نمرة غلط. عادي ولا يهمك. ايه ده؟ هو انت رديتي على تليفوني؟ كنت فاكراها سارينا بس طلعت بنت. لا قصتها حلوة قوي. بنت ولا ولد انت مالك؟ بأي حق تمسكي تليفوني وتردي عليه؟ أنا مراتك يا يحيى ومن حقي أرد على تليفونك في أي وقت. لا مش من حقي. لا حقي، وبالذات بقى لو كان سارينا كان لازم أرد عليه علشان أطين عيشته. مش ده اللي بيجيب لك الزفت اللي أنت بتشربه؟ بس سارينا ما طلعش سارينا، طلعت واحدة ست. أنت مالك؟ ست ولا راجل أنت مالك؟ إيه اللي دخلك؟ من إمتى بتمسكي تليفوني ولا بتردي عليه؟ من امتى؟ وانت هتمنعيني اكلم ستات ولا ايه؟ وبعدين انت من امتى بتغيري؟ ايه اللي حصل لك؟ في ايه؟ علشان ما كانش في حاجه اصلا تستدعي الغيره. لكن انت دلوقتي بتتغير، انت مش شايف نفسك؟ يحيى انا جوايا نار عايزه مش قادره اطفيها. انت مش موجود في حياتي يا يحيى. انا واقفه قدامك وانت مش شايفني اصلا. مش شايفك ايه يا مجنونه انت؟ مش شايفك ايه؟ بقول لك ايه؟ أنا ما بحبش جنان الستات ده، بتحبوا تكبروا كل حاجة. نسمة، كلامك ده هيخليني أعمل اللي عمري في حياتي ما كنت أتمنى إن أنا أعمله. أنا ما بحبش كده. أوكي. أعمل يا يحيى. أعمل اللي أنت عايزه. بس قول لي أنت عايز تعمل إيه بالظبط؟ أنا حاسة إن أنا في أوضة ضلمة. كل ما امشي اخبط في حيط.
قولي رجعك ليا ازاي تاني يا يحيى؟ ترجعيني منين بس؟ ما لا هنا هو ولا في حته تانيه. انا طول عمري جنبك يا نسمة، عمري ما سبتك. ما تبصليش كده. ايه الاخبار؟ لسه نايم. انا مش قادر اخبي على حال اكتر من كده. ارجوك اوعى تقول لها حاجه، دكتور انس يروح فيها. هنفضل سايبينه لوحده كده؟ لو مراته عرفت اي حاجه عمره ما هيسامحنا ابدا. ما احنا هنفضل مخبيين عليها وفي الاخر هتاخد القضيه. لو فضلنا مخبيين عليها وعرفت فجاه هي اللي هتموت مش انس، وده حرام برضو. انا ما اعرفش الكلام ده. كل اللي اعرفه ان من حقه يعمل اللي هو عاوزه، واحنا مش عايزين نضايقه اكتر من كده، كفايه اللي هو فيه. برضه بتفكري من ناحيتك. دكتور صفوت، ارجوك اسمع كلامي، مش عايزين لخبطه. مش هتنايل اقول لها حاجه، بس اللي بنعمله ده اسمه انانيه. كل واحد فينا عارف مين هو اللي اناني، ودكتور انس محتاج لشويه هدوء علشان يقدر يواجه العدو اللي هجم عليه، وانا متاكده انه هيعدي ويخف. هتفضل باصص لي وساكت كده؟ مش هتتكلم؟ بحب ابص لعينيك قوي وانا ساكت. وانا بحب اسمعك لما بتتكلم. اصل انت عارف كل حاجه. لا، مفيش حد بيعرف كل حاجه. كل واحد بيعرف على قده. انا عايز اعرف حاجه. اتفضلي يا اماني. أماني؟ أول مرة تقول اسمي. لأني بحبك. تحبني؟ إزاي وأنت ما تعرفنيش؟ مش لازم أعرفك عشان أحبك. ربنا خلقنا علشان نحب. ولولا الحب ما كناش عرفنا نعيش في الدنيا دي. والحب لوحده هو اللي خلاني أسرح في عينيك. بس أنا حزينة قوي، مش بقدر أبطل عياط. ربنا خفف علينا الحزن بأنه خلانا نحب بعض. مش دي رحمة برضه من ربنا إنه جمعنا تاني؟
عشان كده انا بحب اسمعك وانت بتتكلم. بس انت بتقول كلام حلو قوي. انت اللي عينيك حلوه قوي. وشك ماله يا معلم؟ الواد تعبني قوي مش عارف اعمل معاه ايه. قوله بحماري. انت عارف الواد ابنك ده مشكلته ايه؟ ايه؟ مشكلته ان العلاقه اللي بينك وبينه علاقه تايواني مش ياباني. مشكلتك انك غيار عشان ابني بيحب الشغلانه لكن ولادك مالهمش في السوق. تصدق ان انت ما بتفهمش حاجه؟ اشمعنى؟ عشان كل ما اكلمك في حكايه يحيى بتزوغ مني في الحوار. إذا كنت فاهم إن الواد ده بيتخنق مني تبقى أنت غلطان. الواد ده عنده طموح وطموح كبير أوي. طموحه يركب الشغلانة بس هو عنده مشكلة. إيه؟ العبد لله عارف إن أنا صاحبك عشان كده بيفكر يخلص مني ويبلع السوق كله. يا سلام، ده الخطة الملفلفة دي. الأيام بيني وبينك وإذا كانتش نهايتك تبقى على إيدي الواد ده يبقى قول المعلم آدم ما بيفهمش حاجة.